شفنا وصول كلا الفريقين لارضيه الملعب. خلينا كده سريعا نروح لارضيه الملعب مره ثانيه، ولكن مع زميلي العزيز اسامه العقده. اسامه في البدايه برحب بيك، وهذا لديك خبريه عن لقاء اليوم فاركو والمصري. برحب بيك الزميل العزيز الاعلامي المتالق فتح الله زيدان وضيوفك الكرام وكل مشاهدي ومتابعي اون تايم سبورتس في كل مكان من استاد الجيش المصري ببرج العرب وكواليس واخبار فاركو المصري في الجوله 33 من الدوري الممتاز المصري. يمكن نادي فاركو اللي بيدخل النهارده اللقاء وسط او تحت قياده فنيه جديده بقياده مستر برونو روماو، وده اللي كان يعني تولى مسؤوليه المدرب المساعد للفريق في دوري الدرجه الثانيه في عام 2017 مع مواطنه روي اجواش. يمكن نادي فاركو في التدريب بالاخير كان في نوع من الحماس الزائد من كل اللاعبين ل يعني لينال كل لاعب اعجاب المدير الفني الجديد وليحجز مكان في التشكيل. عشان كده الحماس الزائد ده اسفر عن اصابه واحد من نجوم الدفاع احمد عوض بجرح قطعي في الراس وعلى اثره طبعا قام باجراء خياطه 13 غرزه في الراس. يمكن الفريق دخل في معسكر مغلق بالامس طلب من خلاله المدير الفني عدد من اشرطه الفيديو لمباريات النادي المصري الاخيره للوقوف على نقاط القوة والضعف داخل الفريق. يمكن نادي المصري هو الآخر يعني وصل المباراة بدري جدا النهاردة و يعني ظهر نوع من التركيز الشديد على اللاعبين والجهاز الفني. طبعا الجهاز الفني يعني طالب اللاعبين بضروره الفوز النهارده والابتعاد بالمركز الخامس والحفاظ عليه حتى نهايه الموسم. يمكن الانتصارات الكثيره اللي عاشها الفريق في خلال الفتره الاخيره ادت دافع كبير جدا لكل اللاعبين لمواصله الانتصارات في الفتره اللي جايه والاحتفاظ بالمركز الخامس. يمكن اداره نادي المصري كانت عربت عن سعادتها بالنتائج الجيده اللي حققها الجهاز الفني خلال الفتره الاخيره، ويعني في احتمال في الفتره الجايه يكون في تجديد للثقه للجهاز الفني بعد النتائج الاكثر من رائعه اللي يعني حققها الفريق خلال الفتره الاخيره. يمكن نادي فاركو هيرتدي الزي الاسود الكامل في مباراه اليوم، وايضا النادي المصري سيرتدي الزي الابيض الكامل في مباراه اليوم. درجه الحراره النهارده اكثر من رائعه، يعني الطقس درجه الحراره تشير الان الى 27 درجه في ملعب اللقاء، ويمكن كل المؤشرات تقول انها يكون في مباراة قوية جدا من الفريقين النهارده في انتظار ما يعني سيظهر عليه خلال لقاء الفريقين من أداء قتالي ومناسب لمباراة اليوم. يمكن دي كواليسنا وأخبارنا من داخل استاد الجيش المصري ببرج العرب. الآن العودة لاستاد مصر والزميل فتح الله زيدان.